السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبيباتي، اليوم جبت لكم وصفة سهلة تاع التليتلي. هذا التليتلي اللي يتباع في لي باكي كيما راكم تشوفوا هكذايا، راح نديرو بمرقة حمراء بالدجاج واللحم. حاجة تاع العجين اللي عندها تحب ديرها بالدجاج واللحم تجيب لينا خير. شوية بصلة وشوية حمص وتوم وطوماطيش ولي زيبيس ملح وفلفل الكحل وراس الحانوت وشوية زيت، وهادو هما المقادير. الفيديو راه يشرح نفسه. حبيباتي، نبداو الحاجة الأولى. جبت لا كوكوت، حطيت فيها البصلة. لا كوكوت ولا لا كوسكوسيير ولا باش تفورو، باسكو ميم ديروها في لا كوكوت حديرو لا كوسكوسيير باش تفوروه. تليتلي لازم يفور باش يجي حبة ماشي لازقة في خوتها، يجي كل حبة وحدها. درت لهنايا البصلة وراني ندير في لي زيبيس. هنا درت الزيت، العجائن يحبوا الزيت. درت زوج مغارف تاع زيت كبار. وهنا فلفل كحل وراس الحانوت والفلفل العكري، خاطش المرقة حمراء نديرو لها طوماطيش ونعاونوها بالفلفل العكري باش ما تجيناش المرقة حامضة. والثوم، ومن بعد هنا طاح المرصو تاع الدجاج. حنا كي طيح الحاجه كي نطيبوها نقولوا حياكلوا منها الضياف. انا شللته وحاوت حطيته. وديت قطره تاع ماء سخون هنا نحطهم يتقلاو مليح، ومن بعد هذيك على نار قليله باش البصل تاعنا تذوب. ومن بعد نزيدوا لها الطوماطيش ونزيدوا لها الحميصه. بعد ما نمرقوها ولي ونحطوا لها الماء سخون تفوت اللحم تاعها، تغطي لنا اللحم. هنا تجي جفنه صغيره وراح نبدا نخدم التليتلي تاعنا. اهم حاجه في الوصفه انكم تفهموا التليتلي كيفاش يتخدم وكيفاش يولي الحبه تاعو طايبه تقريبا نص طياب من بعد نجمروه برك في المرقه. هنا حطيت التليتلي تاعي وراح ندير له الزيت كميه لاباس بها باش ما يتعجلناش كيفور. نفوروه للمره الاولى، نحكوه مليح كيما راكم تشوفوا، ندخلوا له الزيت في قاعدك الحبات تاعو هكذا. ومن بعد نجيبوا الكسكاس ونحطوه فيه. شوفوا شحال راهو، يعني كميه انا درت هذاك الرطل، بصح هذاك الرطل يولي الله يبارك باسكو راح يشرب ويفور ونعاودو نشربوه، راح يولي كميه لا باس بها، تولي تضاعف الكميه. هنا جبت ريسيبيون ولا جيبي حاجه تشد السخون، حطي فيها قطره تاع الزيت وقطره تاع الملح. هكا درت مغرفه صغيره تاع الملح والزيت. ومن بعد هذاك التليتلي نستناو حتى يفرم مليح، نحركوه في القدر في الكسكاس تاعنا نلقاو الفرق، راح قاعدك التليتلي كيما راكم تشوفوا هكذا. نعاودو نجبدوه ونحطوه في هذاك الغيسيبيون اللي حطينا فيه الملح والزيت. ومن بعد نكونوا حنا موجدين الماء غالي، الماء سخون لازم يكون يغلي، ونحركوا هذاك التليتلي تاعنا ندخلوا فيه الملح والزيت مليح. ومن بعد نجيبوا له الماء السخون نسقيوه مليح بالماء السخون. لازم يتغطى التليتلي، يتغطى كاع، يشبع ماء، يشبع ماء سخون. الماء سخون والتليتلي سخون باش يقدر يشرب، باسكو التليتلي خشين بزاف يسمى يابس، لو كان نديرو هكا راح يشرب لنا بزاف المرقه. حنا نديرو هكا باش ما يشربناش المرقه، يجي غير المرقه هذيك البنينه اللي نشربوه. بعد ما وليت على ربع ساعه شوفوا كيفاش شرب لنا مليح المرقه تاعنا. حنا راح نقطروه في الكسكاس ومن بعد نعاود نولي لكم. هنا بعد ما قطرتو مليح راكو تشوفوا جبتو، عاودت راح ندير له
كمية تاع الملح، باسكو هذيك الاولى ما شحاتك فيه. شوفوا الله يبارك كيفاش يجي وافي ويسكى، يجي بزاف في الكسكاسه وقرب يتعمر. راكو تشوفوا كيما درتو هكذايا، قطرته مليح، ومن بعد ندير له قطره تاع الزيت في الكسكاس بلا ما تزيدوا تعاودوا تحطوه ولا هكذا، ديروا في الكسكاس ونرجعوه يفور هكذا. من بعد ما فار جبته انايا هكذا، درت له شويه زبده كاين اللي يديرو بيض، كاين اللي يحمسو يولي لا كولور تاعو ماغو. عنده بزاف الطرق هاد التليتلي، عنده وصفات بزاف بنان، و تقدري ديريهم مام لضيافك. هنا تجيبي مرميطه باش تجمري، هنا راح نجمروه ديريكت. حطيت الكميه تاعي كامل في مرميطه كيما راكم تشوفوا هكذا، بعد ما درت له شويه تاع الزبده، ومن بعد نجيبوا هذيك لاصوص تاعنا اللي كانت وجدت هكذا، ونحطه فوق هالكسكاس باش نصفيو المرقه تاعنا، ماشي نروحو نجمرو اون سي جامي العظم يكون تفتت لداخل ولا يكون في هذوك البصل شويه. المهم حنا نصفيوه باش نتاكدوا بلي المرق تاعنا راح يهبط على حالو هكذا. نحطوا المرق قسمه يتجمر لنا هكذا، ونشوفوا نروحوا نديوه فوق النار نحركوا شويه حتى يشرب لنا لاصوص تاعنا، ولا كان مخصوص نزيدوا له. هو هنا راهو يبان مخصوص خاطرش لازم يولي احمر، كي تشوفي التليتلي تاعك تولي الحبه حمراء بالمرقه، يسمى شربت المرقه تاعك. وهنا اني في طبق التقديم حطيت لكم هذاك التليتلي تاعنا كيما تشوفوا، وحطيت اللحم والدجاج ساير داير عليه، ودرنا شويه حميصه في الطرف. وانا هذا اختياري اللحم المفروم، درت لي بول تاع الفيون داشي درتو باسكو كانوا عندي ضياف. مي بصح نتوما ماشي شرط انكم ديروا اللحم المفروم، هي الوصفه الاصليه بلا لحم. المهم ديري قص افراد العائله تاعك وفرات. هادو كان زدتهم اختياري، ودرت البيض مغلي قطعته على زوج، ودرت بيان سور الحار. وهذا هو صحن التقديم تاعنا، ان شاء الله يكون عجبتكم الوصفه واستفدتوا منها. حبيباتي نتلاقاو في فيديو الجاي، باي باي.